بسم الله الرحمن الرحيم. رابحة يوسف مالك، أمينة المرأة بالرابطة في الشباب السوداني بدولة قطر. طبعا احنا اليوم في اختتام فعاليات الانتخابات، والحمد لله صارت يعني كل الأحوال على قدم وساق، والحمد لله ما كان أي ما في أي قصور وما في أي تجاوزات وما في أي أخطاء، هذا حمد وشكر من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا يعني كسودانيين بنتمنى انه فوزي الحالي حبيبنا والاب الروحي لينا وابونا عمر البشير، وبنقول له التحيه مقدمه لك منا، مبروك 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 مبروك.